في خانقين ناشد نازحون إلى مدينة خانقين الحكومة الاتحادية بتوفير المستلزمات الضرورية لهم وتحسين ظروفهم المعيشية، وخصوصا أن فصل الشتاء على الأبواب. النازحون ثمنوا جهود أهالي خانقين للقيام بواجباتهم تجاه النازحين وتوفير المساعدات الإنسانية للنازحين. يا ترى أي مستقبل ينتظر النازحين؟ وأي مصير مخبأ لهم؟ يتساءل الجميع ولا يجد أحدهم إجابة تثلج الصدور في ظل غموض يكتنف المشهد. ها هو العيد الثاني يطل عليهم وهم في مخيمات اللجوء، والذي بدأ بعدم استقباله بحفاوة منهم، فيما كان للأطفال رأيا آخر، فبراءتهم تدفع معاناتهم إلى هاوية النسيان. هذه الطفلة تتشبث بدمية العيد نافضة غبار العذاب الذي رماها خارج ديارها نحو مخيمات اللجوء. والله ماكو اي استعداد للعيد، يعني ايش نستعد للعيد وهاي الوضعية، هاي وضعية الناس دا تشوفها بالخيم. والله يا عيد هذا اصلا حتى بالعيد ما حسنا بيه من المخيم، يعني اطفالنا هسه سبح بالنص الخيمة يصير اطفال ما يبارد هذا الجو برد علينا، يا عيد احنا حاسين بيه. كنا والله كل عيد يعني نزور اهاليتنا وفرحة العيد مبينة بينا، يعني هذا عيدا ما شايفين اصلا طعم للعيد، حتى ملابس لا شي اشترينا لا متحضرين للعيد، كل عيد كليتنا وقعدتنا حلوة سلام. صار لنا لا عيدين لا عيدية لا ملابس لا طلعة، كان احنا كنا بكل عيد لعل نطلع نفطر هاي بس والله كنا نطلع نفطر اي نعم، بس هذا العيد ضق رضينا بهذا المخيم لا عيدية لا ملابس، صار عيد هنايا. أعيادهم السابقة في مناطقهم ذكرى تطايرت مع دخان السجائر، ولسان حالهم لا يقوى إلا على أن تتحمل الجهات المعنية مسؤولياتها وتنقذهم من هذا الوضع المزري الذي هم فيه، مثمنين دور أهالي خانقين في يد مد العون لهم. والله يا أخي احنا يعني ناشد الحكومة، الحكومة هي المسؤولة على هذا الوضع، نريد نرجع لهنا، نريد نرجع لهنا مناطقنا لعيدنا، يعني احنا كل سنة نعيد بمناطقنا، السنة هنا بالمخيمات حتى الله ما يقبل. جانا المطر جانا البرد، احنا ايش قاعدين بخيم هاي حالتنا، الله ما يرضاها، خلي يسوي لنا حال يشوفوا لنا شيء، ما يصير هيك. بس خلف الله على هالخانقين قايمين بالواجب، يعني مساعدات انسانيه جاي تجينا والحمد لله وشكر ماشي الحال، بس لكن احنا عتبنا على الحكومه المركزيه كل شيء ما جاي توفر لنا لحد هسه صار عيد، يعني احنا لا عيد بلا وطن ولا فرحة بدون تحرر، هكذا هي كلماتهم ومشاعرهم، فالحزن خطف منهم فرحة العيد وجعل من الابتسامة دمعة، وسط مناشدات للجهات المعنية بالإسراع بإيجاد حلول تسعفهم وتخرجهم من همومهم. لفضائية كركوك من مخيمات اللجوء في خانقين، عباس الأركوازي.